سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم بروف اس في تي من قناه ديا اس في تي. في هذا الفيديو غادي نشوفوا فيها واحد البلاغ اخباري اللي خرجت به وزاره التربيه الوطنيه التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في خصوص الاعلان عن نتائج الدوره العاديه لامتحان الوطني الموحد لنيل شهاده البكالوريا دوره يونيو 2021. في هذا الاعلان او في هذا البلاغ الاخباري الوزارة أعلنت على جوج ديال الحوايج. أولا، النقطة الأولى اللي تم الحصول عليها في شهادة البكالوريا، ثم ثانيا نسبة النجاح في امتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا في الدورة ديالو 2021 بالمقارنة مع الدورة 2020 للسنة الماضية. ألوغ عندكم هنايا أول حاجة نتائج الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد، قالك أكثر من 221% مترشحا متمدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحانات البكالوريا. إذا 221,000 اللي اجتاز الدورة العادية، و 116,000 مترشح المتمدرس اللي حصلوا على الميزة. هنا تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي كذلك في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2021 بلغ 221,031 ناجح وناجحة بنسبة نجاح بلغت 160.43%، وهذه النسبة هي نسبة اللي هي كبيرة بارابور نسبة العام اللي فات اللي هي 63.08 بنفس الدورة لعام 2020. بالنسبة للإناث 55.54% من مجموع الناجحات والناجحين الممدرسين، وبلغ عدد الحاصلين على الميزة منهم 116,518 نسبة 52.72% من مجموع الناجحين. ثم بالنسبة لأعلى النقطة اللي تم الحصول عليها فهي بلغت 13.53/20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية، ذلك بالمديرية الإقليمية مراكش الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي. وبلغت نسبة النجاح لدى الممدرسين في قطب الشعب العلمية والتقنية 66.55% من مجموع الحاضرين في اختبارات هذه الشعب. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة فقد بلغت نسبة النجاح 67.63%، وقد حضر لاجتياز اختبارات الدورة 323.022 مترشح ومترشحة اللي كتبلغ 95.15%. أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فقد بلغت النسبة 41.93% مقابل 30.61 من نفس الدورة ديال سنة 2020، مع الإشارة إلى أن نسبة الحضور في صفوف هذه الفئة فهي سجلت 60.61%. أما بالنسبة للمترشحين والمترشحات اللي مسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية فيبلغ العدد الإجمالي 92.581 مترشحة ومترشحا، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الأحرار الذين سيجتازون هذه الدورة 56.813. أما بالنسبة لمواعيد إجراء الامتحان الوطني في الدورة الاستدراكية فهو مقرر أيام 5 و6 و7 و8 يوليوز 2021، وسيتم الإعلان على هذه النتائج يوم 11 يوليوز 2021. إذا هذا هو البلاغ الإخباري اللي جات به التربية الوطنية. إذا كيف ما تشوفوا أعلى نقطة كانت في مدينة مراكش، كنت من مسيرة موفقة للتلاميذ البكالوريا الناجحين في الدورة هذه 2021، وكنت من كذلك حد موفق للتلاميذ المستدركين.